اش راك دير يا طاهر؟ اش دير؟ كيف سير المرسال؟ شكون اللي قال لك دير هكذا العفسه هذه؟ جمعت السبونسور شفت كيف يديروها. سما بهذه الطريقه تعرف لامرسير مليح ولا لا؟ يا طاهر بركه حبس حبس. الشيء اللي راك دير فيه راه قلب. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، السلام عليكم. ان شاء الله راكم بخير. خوتي راكم شفتوا السيد هذا مول 307 هذه، لقيتو يلض في الازال تاع السيارات تاعو الخلفي والامامي باش يعرف لي نظام السير تاعو تالفين ولا لا. اللي هما هادو خوتي، قبل ما نبدا في الشروحات نقول لكم ما تنساوش تابونيو في لاشين يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل فيديوهات تاعي. يا اخي يا خوتي، الطريقه هذه اللي راك ندير فيها مول السياره هذه راهي غلطه ولا اساس لها. انا ننصحكم، لا حسيتوا باللي السيارات تاعكم باللي عاد شويه خفيفه وفي الفيراج شغل تديك او كي تفريني تديك بجهه يا اليمنى ولا اليسرى، ننصحك روح للكونترول تكنيك. موش بس تعاود الكونترول تكنيك تاعك، قول له يراقب لك لي زامور سير بلاباراي، راه تجيكم واحد 70 ولا 80 الف، بصح تكون مطمئن باللي لي زامور سير تاعك لعت النسبه المئويه تاعها من 60 لفوق راه ملاح، لعت من 60 لتحت هذيك الساعه ما عليك الا تبدلهم. ولا لقيت واحد مليح وواحد مش مليح، الشيء اللي ننصحك به هو بدلهم في زوز، خاطرش الخدمه تاع لابورت سير على بالكم به راهي السياره تاعكم تشد التوازن تاعها بلي زابورت سير، لعدو 200 تفقد التوازن تاعها. خاوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو البسيطه، نقول لكم ما تنساوش تابوني في لاشين حميد ميكانيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخرى ان شاء الله.